يعني هو بالمؤكد سابقا شكل التحالف الثلاثي وأراد أن يعطي على أنه تحالف وطني، وبالتالي معلوم تماما أنه التيار الصدري لا يستطيع قيادة البلد وحده، فبالتالي بقية المكونات أيضا وجودها مهم، فضلا على أنه الإطار أيضا فشل في إدارة هذا الملف فشلا ذريعا بالواقع الميداني والتجربة، لأنه انقلب على جميع من اتفق معهم على تشكيل حكومة السوداني والاتفاق السياسي لم ينفذ إلى الآن، وبالتالي هو يعني يعمل ويضرب خصومه وجعل بقية المكونات هو خصوم الإطار. هذا حقيقة كله حقيقة أمام انعزال التيار الصدري، سيلقي بظلاله على أن التجربة مريرة مع الإطار التنسيقي، وبالتالي يمكن أن ينفذ الصدر من هذه القضية باتجاه تطمئنة المكونات الأخرى وإعطاء حقوقهم الوطنية بهذا الإطار.